توحدت نهاية الأسبوع. كان هذا الخطأ التحكيمي البارز الذي حرم نادي برشلونة من هدف محقق في مواجهته لنادي فالنسيا. الكرة تجاوزت خط المرمى بشكل واضح، الحكم لم يرى بأن الكرة تجاوزت خط المرمى، وما أثار يعني لغطا وأثار جدالا لم يهدأ بعد في الأوساط الكروية الإسبانية من خلال إعادة الحديث حول استعمال الفيديو. وهنا نطرح أكبر علامة استفهام، كيف يعقل أن يتم استعمال هذه التقنية، تقنية الفار يعني المراقبة بالفيديو، في بطولات كفرنسا وكإيطاليا وألمانيا ولا يتم استعمالها ربما في أكبر بطولة وأبرز بطولة ألا وهي البطولة الإسبانية؟ طبعا فؤاد، يعني بداية هذا المشروع، مشروع هو جزئين، يعني هناك جزئان في هذا المشروع. الجزء الأول هو الهدف صحة الهدف، هل الكرة عبرت الخطأ أم لا. هذا يحتاج إلى تقنية بسيطة وتقنية بأن يكون المرمى مغطى بشكل معين. هي تقنية، هما تقنيتان مخالفتان يعني زميلي. صحيح. هناك تقنية يعني المراقبة تجاوز الكرة للمرمى، ثم تقنية الفار وهناك تقنية الفيديو. مختلفة يعني. نعم. تقنية الحكم. صحيح. يلجأ إلى الكاميرات الفيديو لاتخاذ قرار. نعم. كرة ركبي. صحيح. فقط هذه التقنية اللي هي التقنية المسموح بها يعني في بعض الدول، يعني إذا سجل هدف أم لم يسجل هدف، يعني هذا شيء بسيط. يعني هو يتحدثون المخالفون لوجهة النظر تطبيق الفيديو وتطبيق هذه التقنية بأن كرة القدم تعتمد على المساواة، يعني ليست هناك كرة قدم للأغنياء وكرة قدم للفقراء، ليس هناك كرة قدم يلعبها برشلونة وريال مدريد وأتليتيك مدريد ولا يلعبها إيبار أو لاس بالماس مثلا. يجب أن يكون الجميع لديه مساواة حتى في داخل الفرق في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. إذا تطبق تقنية يجب أن تطبق على الجميع، وهذا يكلف خزائن الاتحادات مبالغ كبيرة جدا، فؤاد، لذلك تم رفضها. المعروف لكن ربما هذا النوع من التقنيات. اسمع لي يا نزار، ربما ندخل في نقاش بخصوص هذه القضية على مستوى البطولة الإسبانية. صحيح. يعني ربما أهمية مباريات الدرجة الأولى، قيمتها، قيمة اللاعبين، الموارد المالية، يعني هي أهم بكثير من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ومن ثم ربما الاهتمام يتم على وجه الخصوص بالدرجة الأولى لأن هناك دعنا نقول معاملات هامة، هناك مستشهرين، هناك حقوق نقل تلفزي كبيرة، وبالتالي يجب استعمال هذه التقنية، ولا يمكن بطبيعة الحال أن نستعمل هذه التقنية حتى في مباريات الدرجة الرابعة والخامسة من البطولة الإسبانية. صحيح، أنا أتحدث فقط عن المبدأ، يعني الجدل. نعم. كبير، النقاش قد يطول، هناك دراسات، هناك محاضرات تمت في الموضوع، تابعت أنا في الفترة الأخيرة في موناكو كانت هناك محاضرة كبيرة على تطبيق التقنية، لماذا يرفضون أصحاب الرفض، كانوا يقولون لماذا يرفضون. الآن فقط بسبب ميسي أعتقد بأن الأمر قد يكون لديه مرأب آخر، يعني يكون لديه منحنى آخر فؤاد، والأمر بجدية، سيدرسون الأمر بجدية، على الأقل تطبيق إن الكرة تجاوز خط المرمى أم لا، هذا لا يكلف الكثير من المال. نعم. يعني مهما يكلف خزانة الدوري الأسباني ماذا سيكلف، يعني سيكلف ولا شيء، يعني بمقابل أنهم يبحثون. يعني تخيل أن الكلاسيكو الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة يحاول أن يلعب في وقت ويصلون إلى قيمة مليار مشاهد، إذا لا يمكن أن تمزح عندما يشاهدك مليار شخص، يجب أن تكون كل الأمور مضبوطة، أنت تسعى إلى المليار. الآن 570 مليون يمكن اللي يتفرجوا على الكلاسيكو، قد يصل إلى 600 هذا العام والعام المقبل، هم لديهم تارجت، لديهم أوبجكتيف، أنت تريد أن تصل إلى مليار مشاهد، عندما تكون لا، غير مسموح بالخطأ، غير مسموح لك بالخطأ، خاصة الكرة الإسبانية، نشاهد ريال مدريد، نشاهد برشلونة، من فينا حتى من لا يحب ريال مدريد يشاهد مباراة ريال مدريد، يعني من لا يحب برشلونة يشاهد مباراة برشلونة، يعني حتى يراقب يعني ماذا يفعل الكتالان، ماذا يفعل الفريق الملكي. إذا الأمر أصبح غير مقبول فيه الخطأ، الخطأ كان كبير، الجدل الآن أكبر، أعتقد فقط بسبب هذا الهدف قد تكون هناك رؤية مخالفة، وقد يضغط أصحاب الموالاة لهذا التطبيق، هذا النظام، على الأقل الهدف الصحيح أم غير صحيح، على الأقل سيسعون إلى تطبيق هذا القانون ابتداء من الموسم المقبل. هذا لا يقبل الجدل، لأن ثلاث نقاط لمصلحة برشلونة الآن إذا لاحظت في الترتيب العام، هو البرصة يعني يبتعد بفارق ثمان نقاط عن الفريقين المدريديين،
وبفارق 4 نقاط عن فالنسيا الذي يتبعه والذي يضايقه. والخروج أصلا من ملعب المستايا بالتعادل حتى هو ليس شيء سهل، لأن فالنسيا أحسن الفرق الآن في الدوري الأسباني، أفضل من ريال مدريد وأفضل من أتلتيكو مدريد حتى الآن، هو يحقق نتائج، وبرشلونة من حظه أنه يحقق نتائج، لذلك ليس هناك انتقادات. في هذه الأثناء المدرب فالفيردي يحاول العمل لإيجاد منظومة، لأن برشلونة تركت تيكو تاكا. الآن لا نشاهد تيكو تاكا مع البصا، تيكو تاكا نشاهدها مع مانشستر سيتي ولا نشاهدها مع برشلونة في الوقت الراهن فؤاد. يعني من منا يعني يعرف أن برشلونة غادرت التيكو تاكا أبوابه منذ فترة؟ لا نشاهد هذه التيكو تاكا، نشاهد فريق تقريبا يلعب كرة ويفوز بسبب لاعب واحد وهو ليونيل ميسي.